نبدو بالبيض. داكو راح عندي 8 بيضات اوكي، نعزلوا الصفار عن البياض فوالا. وفي الطياب قصتك مع الطياب هالطيب قولي لنا، قولي الاختصاص تاعك. شكرا لك نطيب، يقول لي ماكلتك بنينه. سي فري؟ ايه الله يبارك. ندير الطياب تاعنا العاصمي كامل إيه؟ اللي نعرفوا قاعدتك في ديور البيوت الجزائريه. انت من العاصمه؟ انا زدت في العاصمه وتربيه في العاصمه، بصح اصولي مصول الغزلان. ما شاء الله. بصح الاكل تاعك يطغى عليه الطابع العاصمي. العاصمي الطابع العاصمي. بصح ندير ثاني، ندير زفيطي، ندير تشخاتشخ تاعنا مسيل ابو سعاده. هذه حاجه مليحه يعني. واحد ماشي لانه من منطقه يتغلق على الاختصاصات الاخرى، لازم يكون تنوع في الطبخ. دوك هنا راح نطلعوا لي بلون اون نيج داكو، باش من بعد كنا نطلعوا لي جون، لي جون مع السكر، مع السكر باش نخلطهم باش يجيني جينواز تري ليجير. سي تري امبورطون كو تكون خفيفه هذيك الجينواز تاعك. اون يبا. فوالا ساره، هاو هذا لو بلون نيج. الله يبارك، راه طالع لنا. جو ريكوبير لي بلون نيج. الوغ هنايا حبيبتي دوك طلعنا لي بلون نيج، هنا عندي لي جون، نزيد معاهم السكر عندنا 8. راه هنا تدير لي كميه مليحه تاع جينواز، باسكو نحتاج عده طبقات تاع جينواز. دوك يا جماعه الخير، هنا دوك راني دربت غادي ندرب الصفار البيض، وثاني لازم ندربهم حتى يخفافوا. نديرو ثاني الفانيلا، راح نكوها بالفانيلا، وعندي 200 غرام فرينه اللي راح نضيفها من بعد. غادي ديري ميلونج اونتر فارين اي نيشا بين الفرينه والنيشا. دوك هنا نروحو غوزمو كون غوبو، سينو كورونا لويل دو كوز كورونا لويل بال باليدين نطلعوا فيهم. الي اوني با، بسم الله. الله يبارك عليك. ماي جاد 5 طلعها لنا. فوالا جو ريكوبير. فوالا فوالا ماي جاد. هنايا إلي تخي الخليط ضعف الحجم تاعو اي، وبيض تماما باش تجيك هذيك الجينواز تاعك خفيفه. هنا راح نصير الفاينه تاعي وندخلها غير بشويه. جو نخلطها كي من هاك، ف جو لا تاميس كوم سا، ونخلط ندخل هذيك لا فارين داخل. الوغ تقدري تسخني لي الفول على 180 درجه مئويه حبيبتي. دوك هنا جو تاميز على 3 مرات الفاينه تاعي، ومن بعد ندخل لها لي بلون نيج. هنا نكمل الباقي. تما تمتم طيب، ما ديش وقت طويل. لا الجينواز ما ديش تنشف لك برك، ما تاخذش وقت بزاف تاع الطياب باش ما تجيكش من بعد كنا ناشفه. دوك هنا سي بون كملنا. اي اوني فا، ندخلوا لو ريست بياض البيض. بياض البيض. تقدري تاخذي الشوكولا هنا وتقطعي لي. اه بيان سور. تبلي هادي شو دون لا بلونش هادي كوبي. سيل تو بلي، قلت معاونة تغلب السبع عادية. الوغ اون فاغ اون كريم باتيسيان بعدا، كاينة لا كريم باتيسيان، نزيدو لها لا كريم لا كريم فريش مع لو شوكولا. دوك هنا نضيفو لي بلون اون نيج بشوية. الوغ من الأول تبو لي زانتيغري ان بو بلوز انرجيكمون، ومن بعدا كاينة دخليهم فغيمون غير بشوية. ندير لا كريم فريش من هنا هوب، ونفرغ لا موتي. جو لي طال على كامل لا سيرفاس نتاعي باش تجيني اون فين كوش. من بعد راح نسقيوها في ان سيرو. الوغ لو سيرو ديري طون بور طون، ديري الماء مع السكر تغليهم 10 دقائق تطفي عليهم وتخليهم يبردوا. اه سيرو عادي كيما اللي تخدمي به في ميم في لي باتيسري تاعنا. ممكن تنكهي السيرو تاعك بلا فاني، ممكن تنكهي بالكراميل، ممكن تنكهي بشو ما حبيتي. كي طيب لنا نجيبوا لي جينواز تاعنا واجدين سارة ونفوتوا نديروا مع بعض لا كريم باتيسيان.